الخير وأحلى الأمنيات لكم مشاهدين ومستمعين عبر قناة أوغريت وإذاعة أمواج من المركز الإذاعي والتلفزيوني في اللاذقية مع باقة ورود وباقة فنون. نجمعها كل يوم جمعة لنكون معكم بصباح من الورود وعطر الفن. اليوم كالعادة نحن نجمع فعلا باقاتنا من زهور وبساتين مختلفة مع الغناء والموسيقى مع رنة عود بحتناي وصوت متمكن وجميل، ورح نكون مع النباتات الطبيعية ومستحضرات. نحن دائما نمزج بين العلم والتطبيق من خلال نتاج جميل ممكن نقدمه من خلال مهندساتنا ومهندسينا المهتمين بهذا المجال. أيضا للفن التشكيلي عنا فسحة من الجمال مع اللوحات والرسم الأنثوي الجميل. ها هي باقتنا لليوم اللي رح نبدأها مع الموسيقى والغناء مع مطربنا والمغني والعازف الناي يسوع علان. صباح الخير يسوع، أهلا وسهلا فيك. صباح الفل والياسمين لك مدام، تحياتي لك وتحياتي للإذاعة الكريمة وتحياتي للمشاهدين جميعا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا عازف الناي، رح يرافقنا حيدر وطفي. أهلا وسهلا فيك حيدر، يسعد صباحك. بحضرتك أهلا وسهلا فيك يا هلا. وعلى العود أيضا رح يكون معنا اسكندر محمود، أهلا وسهلا فيك. يسعد أوقاتك، صباحكم جميعا. جمعة حلوة بين الناي والعود والصوت الحلو، تسلمي. فهيك إن شاء الله اليوم رح نسمع شيء جميل. لكن أنا عرفت على يسوع بأنه هو مغني مطرب وأيضا عازف ناي، وفي هيك الشيء تقاطعاتنا نقول، يعني كيف جمعت بين بحث الناي وبحث صوتك الجميل اللي هلأ رح نسمعه؟ هلا اول شيء اكيد بالبدايه اي مطرب او اي مغني ممكن يكون ملم بآلمة، مثلا اغلبيه المطربين بيعزفوا هن عود الصراحه يعني، بس ولكن انه انا شديت لآلة الناي من وراء صوت الحنون الشجن الموجود بهالصوت هذا، فحبيتها وتعلمت عليها فيما بعد. هلا بدايه انا بلشت بالغناء اكيد، فيما بعد تعلمت على آلة الناي. تمام، بس هون انت بدك تكون يا عازف يا مطرب، يعني صعب بقى تجمع. هلا مثل ما قلت ممكن العود يعزف ويغني، اما الناي خلص بدك تعزف ناي ربما مع فرقه او مع مطرب اخر، او تقدم شيء سولو ناي، او انك تغني. اكيد لا، هلا انا الموهبه اللي بحبها وبتمنى اشتغل فيها هي موهبه الغناء يعني الصراحه. الناي هي بعتبرها انا هوايه بالنسبه لي، بحبها كثير كآلي، بحب مثلا اعزف فيها بالبيت لحالي، بحب مثلا هيك كجمعه انه بعزف اكيد، بس انه اشتغل مع فرقه كعازف ناي لا اكيد لا، هي الناي لحالي بس لالي. بس للناي يعني بغنائك او مع غنائك حريص على وجود آلة الناي تماما. لذلك حيدر كان يسوع مصر انه تكون معه آلة الناي مع عازف معه يعني تماما. فهون قد ايه يعني في تناغم بين بعضكم، هو ايضا عازف ناي وانت عازف ناي، في شيء مشترك تفهموا على بعضكم اكثر كعازفين؟ طبعا لا، انا والاخ يسوع الاستاذ زملاء من الصغر يعني بالموضوع هذا، ماشيين سوا مع بعض بالغناء وبالعزف، يعني في حتى مشترك بالعزف كمان، يعني احيانا كنا نعزف سوا انا والاخ يسوع يعني مع بعض. ايه تماما. بس وجود الناي دائما هيك بيعطي شجن، يعني هلا بدنا نسمع يمكن موال افتتاحيه، وجود الناي مثلا مع العود قد هيك تكتمل حاله موسيقيه وحاله وجدانيه ايضا. اكيد الناي هو اللي بيعطي هالابعاد يعني. اكيد انسجام الالات بين بعضها وخصوصا آلة الناي والعود، بما انه هني منتخب شرقي يعني وآلات قديمة جدا، وهي الآلات المعترف عليها الشعبية، يعني كنا نقول انه اغلبية المناطق او اغلبية الناس بتعلموا على آلة العود. الناي ممكن قليل انه يتعلموا عليها، ولكن هي آلة قديمة بس معروفة جدا وكل الناس بتحبها، بتحب صوتها، بتحب لانه آلة طبيعية مصنوعة من شيء بسيط جدا، يعني من مادة القصب بس، ولكن صوتها رائع جدا. بيجي العود اسكندر ليكمل هاي الحالة، كمان موقع العود هيك مع هالمجموعة الصغيرة قديم هو كمان بيعطي بعد آخر للغناء. هو بيكمل والعود لحاله مثلا له شغله، مدام أي آلة موسيقية
بس انتقنت وانشالت مزبوط وعازفه متمكن منها بده يعطيها جمالتها. بس انا من الصغر حبيت اله العود وحبيت اني اتعلم عليها وقوي حالي عليها وسلكت الطريق هذا انه ما انت فصار صديق ورفيق الي بده. نعم. وانتم اصدقاء ثلاث شباب. احنا ثلاث شباب اصدقاء من الطفوله وبنمشي مع بعضنا يعني بكل جمعكم الفن وحب الموسيقى والغناء وبصوت الحقيقه جميل. هلا رح نسمعه من يسوع. وشو رح تختاروا لنا هيك بالبدايه مع تقاسيم الناي؟ تفضلوا. يابا يابا من يوم فرجك من يوم فرجك كاسات شربي سماياي واخترت نار الهوى ما بين حما وسما أمان حبيبي من يوم الذي صورك وعطاك سبع سماء ماني مأكد ولا ساعة على فرجتك أمان 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 ونغاب ونغاب بدر الدجا تضيء على فرجتك أمان أمان عيوني ونغاب ونغاب بدر الدجا تضيء على فرجتك لا تعجبا يا صاح لا تعجبا يا صاح نوحي على فرجتك أمان 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 حبيبي ونغاب ونغاب بدر الدجا تضيء على فرجتك لا تعجبا يا صاح نوحي على فرجتك لما يغيب القمر تضيء نجوم السماء أمان 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 عيوني يا بيا 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 عيوني. الله الله ما شاء الله على هالصوت يا يسوع. شكرا لهالأنامل ولهالأنفاس بآلة الناي. الآلة إلى هيك خصوصية من الداخل يعني الناي رأسا في هيك شيء مباشر مع الأنفاس تبوح فيها هاي الآلة الحنونة والعزبة وأيضا العود بأنامل من القلب أيضا تعزف. شكرا تسلم يا الله. يسوع يعني شبابنا اليوم اللي عم بيغنوا هاي الألوان بالساحل عموما يعني في نحن عنا موروث من أغانينا من لوننا الغنائي وأيضا عنا مدارس فنية بهذا المجال فهون إلى أي حد أنت عم تنهل منهم لتشكل بقى هويتك الفنية لاحقا؟ أكيد هذا الحكي مزبوط. هلا فيه مدارس اختصت باللون الشعبي طبعا اللون الشعبي الحقيقي يعني ما عم نحكي على اللون الشعبي المحلي مثل الأستاذ الراحل فؤاد غازي الله يرحمه
في عنا مثلا الشعبي الطربي الأستاذ وديع الصافي كمان الله يرحمه. هدول مدارس يعني احنا بنحاول قدر امكاننا ان نتعلم منهم، ننهل شيء منهم، نحاول نقلدهم بشيء. بعدين اكيد الواحد رح يصير عنده خصوصية لحاله ويعمل شخصية لحاله ويتفرد بشيء بيتميز يمكن عن غيره الى حد ما. يعني انت هذا نقول المجال اللي انت عم تشتغل عليه هو الشعبي، الشعبي الطربي تماما، بس بعرف انه ايضا ممكن تغني قدود، ممكن تغني ممكن شعر قصيدة يعني، فهذا كمان ضمن ممكن. يعني صوتك ما شاء الله حمال يعني، عندك هالخامة اللي ممكن تأدي فيها أكثر من لون. هلأ بالنسبة للمطرب أو المغني يعني هو لازم يكون تقريبا يعني ما رح أقول أنه شامل بكل معتاني الكلمة بالألوان أو بأداء الألوان، بس يعني لازم يكون عنده فكرة إلى حد ما أنه مثلا بيغني اللون الشعبي، بيغني اللون الطربي، بيغني اللون القدود، بيغني القصيدي مثل ما تفضلتي وحكيتي، يعني لازم يكون ملم إلى حد ما. طيب هلأ شو راح نسمع كمان من هالخيارات؟ طيب ما نذكرت القصيدي مسمعك هيك شيء؟ نعم تفضل. نعم. تكرم عينيك. خيالكم خيالك بين طابقة الجفون حبيبي، خيالك بين طابقة الجفون ونورك في السواد من العيون، وخيالك ماثل أبدا أمامي، وذكرك في التحرك والسكون، ويوم لا أرى ويوم لا أراك يضيق صدري وتنهمر السواكب من عيوني، فوصالك جنتي وجفاك ناري، وما لي غير عطفك من معين. فكر انه لما الشاب هيك الله بيعطيه صوت جميل هو بيوعى لهذا الامر، لما بده يوعى اكثر بقى بده تصير بده يدخل بمرحله يعرف فيها امكانيات صوته، يحدد خياراته، وبصير طالما انت اخذت هذا خط يعني. طبعا انت اليوم مشروعك ان شاء الله انه تكون انت مطرب وتقدم نفسك ان شاء الله، اذا هيك بمراحل يكون في نضج وسعه هيك تجربة أكثر، بده يصير يعني هالشاب أو هالمطرب بده يدرس إمكانيات صوته ويحدد خياراته. أنت بناء على هاي الإمكانيات الموجودة بصوتك كيف عم تحدد مثلا؟ هلا أنت اخترت لي موال، اخترت لي قصيدة، كيف بتختار بقى أنت شو اللي بيلبق لصوتك، شو اللي بيناسبك تقدمه بحفل ما، ببرنامج، بمكان آخر؟ هلا اكيد هلا انا بعرف طبيعه صوتي وخامه صوتي مثلا لاي لون بتلبق اكثر شيء، هلا اكيد هذا اللون اللي بيلبق لصوتي هو اكثر شيء، فانا اكيد بدي يكون انا منحاز له اكثر يعني، فبدي اشتغل عليه اكثر يعني من باقي الالوان الثانيه. بس هذا ما بيعني انه هلا مثل ما حكيت من شوي انه الفنان لازم يكون تقريبا انه عنده شوي يعني المام بباقي الالوان الثانيه، بحيث انه هو كان بحفله او كان
بسهرة انطلب منه أغنية ما معينة من الجمهور، فهو لازم يكون على القليل عنده إمكانيات يؤديها أو يقدم لي إياها. ما فيه بيعتذر بيقول أنا والله بعتذر ما فيني غني هالأغنية هاي. الفنان يعني لازم يكون تقريبا شامل إلى حد ما، علما أنه الشمولي كمان أنا ما بفضلها بمراحل، يعني أوقات تانية ما بفضلها أو مجالات تانية ما بفضلها. ليش؟ لأنه كمان هي سلاح ذو حدين مثل ما بيقولوا، يعني ممكن تنعكس أحيانا سلبا، يعني مثل ما بيقولوا أنه بطيختين ثلاثة ما بتنحمل بإيد واحدة يعني. فالواحد لازم يركز على شيء معين، بس بالإضافة لازم يكون عنده كمان إلمام بالألوان الثانية. هو المقصود أنه هو يكون عم بيغني أكثر من لون، إنما هو يكون مطلع على كل شيء، يعني كثقافة دائما، ثقافة عامة أو ثقافة سطحية فينا. يعني لازم كل ما حدا سمع أكثر، حفظ أكثر، يمكن بيصير عنده مخزون أكيد، حتى يطلع بعدين بأغنيته الخاصة تكون هي محصلة لكل هاي الأمور. صح. وأنا الحقيقة شفت كثير من شبابنا، يعني أنتم يعني فريق مع بعض فني، كثير بيقعدوا بيشتغلوا على هذا الشيء ليعرفوا إمكانياتهم، يعرفوا شو ممكن يقدموا. أكيد. شو بتقدموا له أنتم دائما ليسوع مثلا لما بتقعدوا هاي بتلبق هاي ما بتلبق؟ شو يعني أنتم بين بعضكم كورشة عمل يعني؟ أكيد بننصحهم مثلا هون هاي زبطت معك أكثر، هاي نبقت لصوتك لشخصيتك لكاركتيرك لأي شيء مثلا، حس هذا اللون نبق لك أكثر. هلا مثلا وقت بغني وديع بيسلطي بيعبي، بغني الشعبي كمان بيسلطي بيعبي فيه. طبعا هو بحكم الصوت العريض يعني هلا موجود، انا عندي الصوت العريض، صوته ببين انه الشباب في رجولي القوة الشعبي اكثر، فاخذ هالالوان اكثر وبتلبق له اكثر. تمام. كمان بالنسبه لعزف الناي بتعزف يسوع، هلا رح نسمع أكيد منك معزوفة ناي، شو رأيك؟ تكرم عيونك فورا. يلا بنسمع. رح تاخذ اكيد من عدة اكيد حيدر. تكرم ابو علي، تكرم. كمان هو العزف الناي، بس ناخذ المايك، عزف الناي كمان يعني هو تمرين دائم حتى للقصبات للصوت، يعني صح للنفس، فهو يعني حاله مؤهله دائما. اكيد. لا بكون قاعد بالبيت مثلا احيانا بيخطر على بالي شيء، او مثلا بكون بحاله ما معينه، فهيك ما بيخطر على بالي اول شيء غير الناي يعني اول شيء. فبجيب الناي، يعني منها تمرين منها هيك، بحسها مثل إذا علاج، هي علاج للروح أو للنفس يعني. فممكن أنه جسد حالي معينة صايرة معي عن طريق العزف، بعتبرها تدريب، بعتبرها علاج. بنفس الوقت مثل ما تفضلتي وحكيتي كمان أنه هي تمرين ضروري، الواحد لازم يتمرن بشكل دائم، حتى لو كانت الآلة هي عبارة عن هواية بس، ولكن لازم يتدرب مشان يضل متمكن منها أكثر يعني. هو دائما عازف الناي، وبنسأل حيدر قد ايه هي بدها حالة الناي، يعني بحسه بيدوب هو وهالآلة، بتصيروا واحد، قد ايه فيها هيك حالة من الوجد يعني، والهيك في شغف فيها لهالآلة. الله خير. صوت القصب بشكل عام حلو يعني، جذاب ساحر، فما بالك مثلا عازف ناي، انه انا كعازف ناي قصدي انه كيف بنسجم مع صوت الناي يعني. فهي آلتي وانا اخترت لها الشجن اللي فيها والسحر. طبعا انا اخذها وراثي عن والدي يعني الاستاذ شريف وطفة، بالوراثي يعني، بس انا بطبيعتي يعني انجذبت لهالآلة هي من ورا صوت الحنون يعني، طبيعة القصب الحلوة.
وهي كلها على بعضها بتشكل حالة، حالة يعني أكيد حالة، إيه طبعاً حالة حسية عالية حالي. فعلاً من الآلات الجميلة طبعاً. نحن ما عم نحكي عن مفضل آلة عن آلة، لكن بدي أسأل يسوع إنه أنت بتفضل العزف عن الغناء ولا بس ما بعرف يعني. أنت قلت إنه هي موهبة أو هواية بتضل، لكن الغناء هو مشروعك يعني بالحياة. أكيد هلا ما إنه أنا بفضل، لا بس إنه بحب يعني مجال غناء أكثر. كنت بتمنى إنه أنا بيوم من الأيام أن يكون، ما رح أقول إنه مطرب بس يكون مغني يعني وإلي محل يعني. إن شاء الله بس الناي يعني حالي خاصة بالنسبة لي، مثل ما تفضلتي وحكيتي من شوي إنه صوت الناي لحاله بخليك تعشقي هاي الآلة يعني. وبقدر ما أنا بسيطة يعني، هي كآلة من مادة القصب المصنوعة، ولكن هي معقدة على فكرة، معقدة بالعزف وكتير صعب العزف عليها. وزانة بالتحسن حتى كمان صناع الناي تماما قد ايه في دقه لحتى يعني يطلعوا السولفيج والى اخره. على كل ان هي بوح هيك الروح بشكل عام. نحن هاي الطبيعه ونحن من الطبيعه دائما بنقطف ورودنا، فما بالنا بمن يتجه للطبيعه لياخذ منا ما هو مفيد. الدارسين، الباحثين، المهندسين الزراعيين، الطبيعه هي دراستهم وهي منتجهم اللي بيقدموا فيه منتجاتهم اللي ممكن تخدم وتقدم خدمات طبية وصحية. هذا الشيء رح نشوفه مع وردتنا اللي رح تنضم لنا هلا، المهندسة الزراعية رنيم عروس. ومقول لك يا صباح الورد. يا لما هلالا حبيب ومغرم بالهوى صبابا نزلوا على بنت الأمارة جاب الأهل ومعاه القرابة. هلا يا صباح الورد المهندسة رنيم، أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا بحضرتك رنيم. حضرتك مهندسة زراعية ونحن برنامجنا هو ضمة ورد، والحمد لله يعني بساتين الحياة كمان مليئة كبساتيننا بالطبيعة مليئة بالإبداعات الإنسانية والفنون. لكن طبيعتنا إذا اليوم هيك منفخر نحن بطبيعتنا وتنوعها وخاصة بالساحل، نحكي عن غنى الغطاء النباتي المتنوع بالأعشاب والنباتات واللي منها كمان غير أنه هي للتأمل والزراعة والغذاء، هي كمان عم تكون منتجات طبية وصحية. نحكي شوية عن هذا الغنى بغطائنا النباتي. أولاً صباح الخير، يعطيكم العافية جميعاً. صباح الورد. الحلو بالحياة أنه أنت ما بتختاري، الحياة بتختار لك. لما بتخلي أنت كلية الزراعة لازم تفكري أنت لو بدك توصلي كلية الزراعة ككادر كدكاترة فتحوا لنا أفاق كتير كبيرة. لما بتعرفي أنه أنت عندك تركيب كيميائي أنت عم تركزي بتفاصيل أنه أنت ما كانت تدر لك، تتوقفي جنب الشجرة وتاخدي صورة أكثر من هيك ما بتعني لك. فبتكتشفي أنه في ثمرة، في جذور، في تفاصيل تانية ممكن تفيدك وأنت عم تستخدميها بحياتك اليومية وما لك متدارك الموضوع. من هون بلش عندي الاهتمام بهذا الاتجاه هيدا. وبالتالي قديه نحن عندنا تنوع عندنا تنوع رائع، تنوع وتكافل. يعني في عندك منتجات مع بعض بتعطيك تكافل رائع، انت بغنى عن اي شيء مصنع. يعني عم نلجأ للتصنيع بعد ما وصلنا لمرحله متطوره من التصنيع، هلا عم نرجع لحتى نحصل على علامه المنتج العضوي. يعني عندنا سوريا هلا بوزاره الزراعه عم يسعوا هذا الموضوع. في دكاترة بعرفهم بشكل شخصي ضمن تجاربهم المتواضعة عم نسعى للمنتج العضوي. يعني أنت عم تزرعي نبتة بدون أسمدة، بدون مبيدات، عم تكافحيها عضويا بآفات تانية، بحشرات عفوا تانية. يعني شيء رائع لحتى تحصلي لمنتج عضوي هذا سليم في أي منتج. نعم. كيميائي. هذا اللي نزرعه، فما بالنا بالشيء اللي هو عم بيطلع طبيعي. بيطلع بشكل طبيعي تماما. يعني قديه نحن عندنا انواع كثيره من النباتات، مثل ما هلا عم تقولي يعني انا بجوز شوف الزهره شوفها زهره حلوه، لكن انت بتشوفيها بشكل اخر، عم تقولي من جذورها لحتى مجففات منها ممكن تكون لها استخدامات كثيره. استخدامات كثيره من ناحيه الزيوت، تستخلصي منها زيوت، تستخدميها هي بشكل الجاف ببذوره خصص بشكل محدد. مثل عندك العنب، العنب انت عنده بذور مفيد، ثماره رائع من حيث غناها بالفيتامينات والعناصر الكيميائيه مضادات الاكسده بتعطي نضاره للبشره. البذور بستخدم منها زيت العنب، انا بستخدم النبيذ. النبيذ بحد ذاته في اطباء بتوصفه هو كعلاج. يعني إلى تنوع، كل نبته إلى اجزاء مختلفه وتنوعات مختلفه. ثمره انا شفتك بتحبي زهره اللافندر.
يعني ليش انت هيك يعني مسهل عم تختصي انه تاخذي شيء منه خواص معينه؟ زيت اللافندر رائع بتركيبه، بفتح البشره، بيعطي نضاره، غني بالفيتامينات، بمضادات الاكسده، يعني تركيبته بتجذبك باي شيء بدك تحضريه، بتحسي حالك انه انت جبتي، وبيعطيكي ريحه حلوه وبيعطيكي لمعه. يعني اذا بحضر واقي شمسي فبلا شعور انا بجيب زيت اللافندر، هو نفسه زيت الخزامه. يعني قلتي شغله حلوه انه يعني اساتذتكم بالجامعه دراستكم هي بتوجهكم لانه تختاروا انتم، في كثير خيارات، واضح انه خيارات واختصاصات كثيره ودقيقه، فهون انت اتجهتي انه انت تركبي منتجات هي من الطبيعه. نحكي عن هذا المجال وكيف يعني اكيد وظفتي دراستك والعلم لتقدري تقدمي هذا المنجز. مثل ما تفضلتي حضرتك هو بحر من الاختصاصات، فانه كل طالب فينا اختار الاختصاص اللي بيشبه شخصيته. فانت لما بتخلي السنه الاولى بدك تفكري بعد 5 سنين انا وين؟ انا بمشتل زراعي، انا بمحل المبيدات والافات، انا وين؟ انا شفت حالي انا بالتركيبات الكيميائيه. لو بتدخلي هسه بالاختصاص هسه في تفاصيل مرعبه، يعني من ناحيه التركيب الكيميائي، من ناحيه الخط التصنيعي، بنمشي بخطوه خطوه بالخط التصنيعي، بالتعليب، بالتغليف، بتقدير جوده المنتج اللي انت وصلتي له. فهي اهم نقطه انك تحصلي على الجوده. لما انت بتشتغلي شيء بين ايديكي بتنطري انت رده الفعل اللي هي الجوده اللي بتقيم لك المنتج. تمام، فهم بلش نشتغل بهذا الموضوع. هاي الجودة قدر ما بتستخدمي مواد طبيعية أنت بتكون عم تحصلي على جودة، وخاصة مثل ما قلتي إذا اليوم عم نتجه للزراعات العضوية الخالية من الأسمدة أو الطبيعية، وهذا الشيء اللي بيخليك أنك بقى تشتغلي يعني التنوع وبهذا الاختصاص. بالتالي هون كيف بقى أنت عم تستخلصي بعض المواد؟ شو هي المنتجات اللي عم تشتغلي عليها؟ هلا بدايه بلشت بانظمه غذائيه بسيطه، انه حدا يلجا لك بموضوع معين انه عنده دهون زائده، عنده بثارات بالبشره، عنده تقصف بالشعر، فهون بلش الموضوع عندي. صرت جيب الزيوت وحضرها وشوف انسجامها مع بعض، وبالتجربه صارت ترتفع عندي قيمه الجوده، رده الفعل الطرف الاخر المتلقي هو بيقيم لك جودتك وبيحفزك انه لسه تشتغلي تبحثي اكثر عن المعلومات. يعني اليوم نحن عم نتوجه للصناعات الزراعية بدءاً من صناعات صغيرة وصولاً إلى صناعات كبيرة. قدي مهمة هاي المشاريع الصغيرة أو حتى نسميها اليوم متناهية الصغار، وانتي عم تبدي بهذا مشروع إن شاء الله بيصير شيء أكبر. يعني إن شاء الله مهمة على الصعيد الشخصي، يعني شخصيته الشخص وحضوره. أنت شخص لازم يكون فاعل بالمجتمع، هي قولا واحدا، هي لكل شخص لازم يكون فاعل بالمجتمع، ما بس انه انا اخذت شهاده علقتها بالحيط، انا تزوجت وخلصت الحياه، انا اكون فاعل بالمجتمع. اثنين، انت اخذت معلومه انت لازم تعطيها لغيرك، افرغ كوبك، يعني هي كثير مهمه، هي انه انت تعطي تفيد الناس اللي حول منك، ما اكون متحفظه بالمعلومه اللي حصلت عليها. وكمان انت عم تعملي حضور واجتماعيه، يعني انت كمان تقوي علاقاتك مع الناس وحضورك، يعني كله متكافل ومردود اقتصادي بالنهايه. تمام، طب اعطينا يعني مثال لبعض المنتجات اللي عم تشتغليها انت، بتركبيها من زيوت معينه، من مكونات طبيعيه. لا بعت حضرتك الواقي الشمس اللي كنا بنحضره اخر فتره، وبدوب لدرجه السائل يصيروا سائلين، وبضيف لهم بعدين اكسيد الزنك. طبعا هيدا يفضل يكون حبيبات لانه البشره بتمتصه، اذا كان حبيباته شوي ناعمه تكون انه شوي خشنه ما تكون ناعمه، ومع وفيتامين سي الكبسولات كمان بنجيبهم هدول من الصيدليه، و15 طن زيت اللافندر و15 طن زيت لبان الدكر بيطلع معك كريمي تماما، واستخدامه قبل تعرض للشمس بنص ساعه. قد ايه حلو، يعني هلا انت عم تحكي عن منتج نحن بجوز عم ناخده باسعار كثير مكلفه وعاليه، لكن انه انت لما بتصنعيه بس بنفس الوقت ما مين كان يجيب هالمكونات ويخلطهم. كمان هون نحن نعطي قيمه لاصحاب الاختصاص. تماما، ما اي حدا مثلا ياخذ عشبه ويتناولها او والله يركب، حتى غير انه يركب، انه انت لازم تعرفي انك عم تعاملي مع روح قدامك انه هيدا ما له حقل تجارب، يعني هيدي مسؤوليتك. انا ما اعطي بعدين في نسب كثير مدروسه. تماما، يعني هلا كل واحد له عذر، انه لواقي الشمس في عنا الاس بي اف، هذا عامل حمايه، يعني احنا بنشوفه على العبوه الخارجيه انه هيدا حمايته 50، هيدا حمايته 30. فانا ليش اخترت هيدي المواد؟ هلا كل زيت منهم عنده عامل حمايه،
هيدا 15 هيدا 20، فهني بتكافلهم مع بعض بيوصل هيدا الواقي الشمسي بالخلاصه تقريبا لل 50% الاس بي اف له. قد ايه عم تحسي بامتنان انه انت دراستك عم توظفيها لشيء مفيد وشيء ممكن مثل ما قلنا ان شاء الله بيتطور، بتقدمي منتج هيك لاحقا يعني يكون يتحول الى صناعه يعني او على الاقل من الورشات اللي تكون فيها مردود يعني. فهذا الشيء قديش بيشعرك فعلا انه انت دراستك مثل ما قلتي ما انه بس والله واحد خلص دراسه راح صار عباره عن موظف يعني مثلا. تماما. هلك انا باخذ دعمي من الطاقه الايجابيه اللي بحصدها من الناس، لما بتجي لعندي صبيه بتقول لي ليكي صار شعري كثير حلو انه يسلم ايديكي، انه واو راح بطني يعطيكي الف عافيه، انه انا كثير بنبسط بهيدا الانجاز اللي لي، صح انجاز متواضع وهو بحر هيدا الاختصاص تحديدا، بس انا بحس بالامتنان وبيعطيني دافع اني كفي اسا اكثر. كثير حلو هذا الشيء، ويعني كل انسان فعلا بيحط هدف بيسعى له، والاهم انه مثل ما قلتي ما نخبي هذا الشيء انما نحن دائما نسعى ونظهره. وانا هون بدي اسال الشباب الفنانين يعني قد ايه نحن طبيعتنا جميله عم تمنحنا كل ما يمكن انه نحن نبحث عنه، بالتالي قد ايه طبيعتنا اثرت على الفنون عنا نحن على غنائنا، هل الاصوات الجميله اللي عم نسمع الكلمات الاغاني بحت ناي رنت عود هي من طبيعتنا ومن بيئتنا هاي الحلوه اللي اخذ وروده مثلا رنيم وعم تشتغل فيها او منتجاتها الطبيعيه، قد ايه هاي البيئه نحن عم تمنحنا خصوصيه عم تمنحنا جمال؟ هلا اكيد البيئه كثير تلعب دور، مثل ما بيقولوا بتحفزك بتعطيك طاقه ايجابيه، حتى ممكن بتفيقك على شغلات يمكن انت ما كانت بالذهن ما كانت بالوارد، يمكن من خلال تطلعتك لمنظر ما معين او شفتي اي شيء ممكن يحفزك على هذا الشيء. اكيد البيئه بتلعب دور، حتى كمان من ناحيه الصوت اللي كانوا يقولوا ايام زمان انه لما يطلع حدا صوته حلو هيك من ضيعه ماي معين يقول والله المي بتلعب دور، يعني ميه المنطقه فهي بتلعب دور. ممكن هذا الشيء يكون صح. ايام زمان لما ما كان في مايكات ولا في شيء كان المطرب يغني بلا ميكروفون بلا يوصل من ضيعه لضيعه هالصوت مع كلمات الاغاني اللي هي من بيئته من كلمات احساسه، حتى وليده اللحظه يمكن يكون احيانا انه يكون في حاله ما معينه، فاحيانا يطلع هيك كنا نسمعها من القديمين من اجدادنا، كنا نسمع هيك تطلع وليدة اللحظة مع هالأغنية إنه شافوا شيء معين أو حالة معينة، مثلا هي راح ابنها على الجيش أو كذا، فكان تطلع معه موال عتابة هيك ارتجالي يعني. يا سلام، هذا دليل العفو وهذا الإبداع وهذا اللي انحفظ يعني. صح. في هذا اللي نقول التراث الشفهي اللي تناقلوه أجيال وراء أجيال، هذا اللي بقي منه اليوم اللي عم نتداوله. شو راح تسمعنا من هالأجواء يسوع الشباب؟ بما أنه ذكرتي هذا الموضوع يعني الشيء الشعبي والعفو، تقريبا نغني شيء لفؤاد غازي الله يرحمه. تمام. ابن هالبيئة عتابة. يعني موال هالبيئة. تمام. نعمل موال عتابة ونعمل مقطع من هنا. يا دنيا يا دنيا ندامي ندامي صرت عد عد مصاب عيني، ولو يا ريت مصاب عينك مصاب عيني، ولا قالوا مخرمش رموش الهدايا يا با قال هلا يا بريمة الأجعد شعرها وحس لعظامي وشعرها والله هلا بريمة الأجعد شعرها يا هوا حز لعظامي وشعرها ريتها
ربابي وابني، ريتك ربابي وابني، لكواني شعرها ولدك حسنها صبح ومساء. وعيونك مين العلامة عيني تحكي وتضحك بالوما عيني، عيونك مين العلامة عيني تحكي وتضحك بالوما عيني، دوب تلج مشعل نار وتسهرني ليل نهار، يا ويلي ما أظلم. بالحب وبالحبايب لا يخلوا ورد عطشان للعاشق قلبه دايب، حلفولي قمر نيسان بالحب وبالحبايب لا يخلوا ورد عطشان للعاشق قلبه دايب، وعدوني بالحني وعدوني وكذبوا علي، وعدوني بالحني وعدوني وكذبوا علي، بحاول انسى ما في بحضنن قلبي ارتمى، يا بابا حضنن قلبي ارتمى. بضل هالاغاني وقع الجميل وهيك وذاكرتها الاجمل، وكل ما بتنعاد وكل ما بتنسمع الحقيقه هيك بتشعرنا بهي الحاله من جمال وطيب الاغنيه. هالشيء اللي عم نحكي عنه من طيب واحساس وجمال وتشكيل والوان كله بتجمعه لوحه تشكيليه، لوحه ترسمها انامل فنان او فنانه. هلا رح تنضم لنا وردتنا الفنانه التشكيليه نهله فوزي لنحكي كيف بلوحاتها عم تجمع كل هالمفردات. ومن قلك يا صباح الورد استاذه نهله. يا لما هلا حبيب ومغرم بالهوى بابا نزلوا على بنت الاماره جاب الان ومعاه القرابة. هلابة الورد يا لما هلابة الورد يا لما هلابة. يا صباح الخير صباح الورد استاذة نهلة، اهلا وسهلا فيك. صباح الورد، شكرا على الاستضافة. اهلا وسهلا. الاستاذة نهلة فوزي مهندسة كهرباء وميكانيك وايضا مجازة ادارة اعمال، لكن حالة الفن موجودة لو بعد زمن بعد ما خلصت دراستها واشتغلت بقيت هاي الحالة عم بتلح عليها لحتى بدت تتلمسها من جديد وتنطلق فيها، واليوم هي فنانة تشكيلية عم تقدم لوحاتها وعم تقدم أيضا وتشارك بمجموعة من المعارض. يا هلا فيكي مرة ثانية أستاذة نهلة، يسعدني كتير وجودي معكم. ونحن سعيدين بوجودك معنا، والعلم ما بيتناقض مع الفن أبداً، لا هو بيكمل. يعني كل حدا في له ناحية علمية وناحية حسية، يعني ممكن فنية ممكن بأي شيء مجال للفن هو متعدد، يعني ممكن هلا مثل الشباب الموسيقى، ممكن بالغني، هلا في حدا مننا ما بيدندن، ما حدا ما بي هيك اي شيء بي على، يعني هي حاله متكامله بين العلم ما بيناقضه، بس هي مساحه يعني واحد الاولويات في اولويات، وفي مثلا المساحه كيف بده يظبط برنامجه كيف بده يظبط هاي، بس هن دائما موجودين، اثنين موجودين. واذا في شيء موجود ولو بعد حين ولو انت كموهبة الرسم تحديدا انه ضلت هيك ببالك انه انت خلصتي دراستك عم تشتغلي لكن هي موجوده وعم بتنق عليك، يعني اذا هيك صح التعبير، فهون بقى كيف بلشتي تتلمسي او تعيدي انتاج ما بداخلك وتقدمي فن؟ يعني هلا انا من الصغار، هلا كل الصغار بيرسموا، انا من الصغار كان عندي حاله الرسم وشغف بالرسم وبالرياضيات، يعني هالاثنين، فضليت لكل مرحله الدراسه وانا بهالحالتين، يعني الرياضيات ورسم. حتى بدراسه الجامعه الكورس الجامعه
كله على القفل ورقة كله أرسم أرسم الأشخاص اللي هيك يعني التهي عن الدرس بالرسم. بعدين لما دخلت الحالة العملية تفرغت للعمل، يعني بده كان يعني محل ما نسيت كأني هيك شوي بعدت عن الرسم. ضليت هاي الفترة حتى بالعمل يعني بالعمل كان كله للعمل يعني. وين بأي مؤسسة؟ بمؤسسة المياه. بالمياه ورجعت يعني حتى درست لما اشتغلت بمؤسسة المياه رجعت كتبي بهندسة الكهرباء رجعت جبتهم من جديد لأنه نحن صرنا بحالة عملية فأنا بدي أرجع شو دارسي نظري شو كذا وهيك، فكله كان اشتغلت كتير بالانغمست يعني بجو العمل. بعدين هيك بالإنترنت لما صار الفيس ومواقع التواصل الاجتماعي صرت شوف افتح المواقع الفنية تجذبني، ما بعرف شوف لوحات فنانين عالميين فنانين محليين ما بعرف تبهرني، حس على طول كل صفحاتي كلها فنية كله يعني بشوفي صفحتي كلها هذا عالمك اللي حسيت إيه. فاطلع على طول صور يعني استوديو تبعي كله صور لوحات. فبعدين خطر لبالي وشوف أنا في صفحات أصدقاء لي إنه راسمين، طلع إنه حسيت هيك إنه أنا لازم أرسم إنه أنا اللي برسم. برافو. إيه فهيك طلعت وين في هيك بلشت شوي ارجع ركز انه انا برسم بس بدي ارسم بحرفية يعني ما انه بس هيك على الماشي. فهيك شوي حتى وصلت لاني ارسم ذاتي ودخلت الاتحاد الفنانين وانه مشي. طبعا سجلتي بمركز الفنون التشكيلية. سجلت هلا انا المركز يعني الفنون الفن اول شيء درست انا مركز الفنون، انا اول مرة بشارك في معرض فني كان اسمه نجوم وطن كان بس للي ما مشاركين للمواهب، فقلت تمام انه انا موهبه وكان عندي لوحات جاهزه. بعدين هنيك تعرفت انه في مركز الفنون التشكيليه ما كنت سمعاني فيه ففورا حبيت سجلت فيه. كان عندي كثير انا كنت مارس الرسم هيك فصار عندي اسئله كثير جاهزه انه فورا باخذ يعني شو بدي تساؤلات كلها صارت بيجاوبني عليها مركز الفنون، في اساتذه فنانين يعني مركز الفنون حاله عن جد حاله حلوه كثير يعني فيها الطلاب هنيك في من الطالب المدرسة يعني هو من عمر 16 سنة ل 70-80 سنة في عندك من طالب المدرسة للست اللي عندها أحفاد صحيح من الست البيت للطبيب وهي حلاوة للمهندس ما له عمر فبتحسي كلياتنا كلنا زملاء يعني هيك بتحسي وحدة مثلا ممكن ترافق هي عمرها مثلا 50-60 سنة زميلة يكون عمره 17 سنة عادي ومنادي بأسماءنا وكذا جمعكم الفن جمعنا الفن الفرشاية والألوان أيوة ومفردات كلنا يعني التشكيلي. إنه كلنا هالقاسم هيدا إنه الفن ما إنه مثلا هلأ أنا إذا حكيت قدام حدا مثلا عن الرسم إنه ما ممكن ما يفهم فيه بس هيدا جونا نحن كنا على طول نعمل حتى نشاطات اجتماعية نشاطات فنية مع بعضنا لحالنا حتى ممكن نعمل غير اللي بينظم المركز. طيب درستي الفن دخلتي بقى صار في منهجية لهوايتك يعني صارت بقى أنت عم بتلمي بمكونات الرسم دخلتي في الاحتراف صرتي عضو فنان اتحاد الفنانين التشكيليين. هون بقى مثل ما عم نشوف هلأ بلوحاتك كيف بقى اتجهتي للموضوعات اللي هي كلها مثل ما هلا مشوف اما وجوه او طبيعه او طبيعه صامته، يعني اتجهتي لكثير من المجالات اللي ممكن انت ترسمي وتعبري فيها عن انا حاولت داخلي. يكون خطي بالرسم او اتجاهي اول شيء كيف بلش انه يكون منهج يعني ما بدي انا ارسم مثل هلا بيجوا احيانا على المركز ناس انه نحن بدنا نرسم مثلا تعلموا من الاول بالرصاص بالفحم بالكذا كيف ترسموا العين كيف ترسموا هون الظل كيف لا بدنا فرشاي ونرسم هيك فهو لا يعني في مثل بيقول انه قبل ان تكون فنانا كن رساما انه لازم تتقني الرسم طبعا تتقني ترسمي الواقعي حتى اتحاد الفنانين بيشترط علينا اللوحات تكون واقعيه طبعا يعرف الخطوط الاولى الخطوط يعني الاولى ما فورا نتجه على التجريد لا التجريد هيدا السهل الممتنع اللي بيكون الفنان واصل لاعلى المراحل بس ما من اول شيء بنبلش مهروب من الرسم هيدا فانا بلشت يعني لما بلشت لحالي بلشت برصاص بعدين الفحم بالالوان الخشبيه بالالوان المائيه الالوان البلاستيك كمان الالوان المائيه الالوان الزيتيه عملي ما كنت بعرف شو يعني زيتي ما ماسكه حتى دخلت مركز الفنون فهونيك الرسم الزيتي هونيك تعلمت هون بقى في تقنيات في تقنيه يعني وفي حرفيه وفي يعني كان الاساس الفنانين يعني فنانين لهم اسمهم يعني فانا كنت راقب اكثر ما اني ارسم بالمركز يعني ارسم بالبيت واجي على المركز راقب وشوف الملاحظات وحتى اتعلم من زملائي
يعني مع انه في طبيعه صامته، بس هي رح اقول لرنين قد ايه بتحب الزهور كمان انا كثير عندي راسمي كثير برسم ورد ها يعني ضمت ورد كثير، انه عندي لوحات ورد يعني هلا بالفتره الاخيره انه عم برسم ورد كثير. الورود هي الورد يعني تشكيل جميل بالحياه. لما عم نعيد مثلا محاكاة الوردة شو بيكون، شو بيضيف للفنان؟ ما هي الوردة حلوة لما هو بيرسمها وبيحاكيها، شو عم بيضيف؟ هلا حلا على حلا بيصير، هي الوردة حلوة والألوان حلوة بجوز حالته وإحساسه فما في حدا ما بيحب الورد يعني. لا حدا اللي بيفهم بالرسم واللي ما بيفهم بده يحبها للوحة، حالة جمالية. فأنت ما يعني هون بدك تضيفي إحساسك، بدك تضيفي ما بعرف الريشة شو بتحكي، يعني هي الريشة لحالها، يعني انت ما بتقرري انا بدي اضيف هيك، انت لحالها ايدك مثل هلا العازف بيعزف ما بيفكر هو عم يعزف، ايده بتتحرك لحاله. فالرسم كمان نفس الشيء، الريشة الاحساس والاحساس هو كمان الداخل، الاحساس اكيد هو الاحساس هو اللي بيحرك، وهي حلاوة الفن والابداع عموما. وبالنسبة للوجوه يعني واضح، ما بعرف اذا هن شخصيات معروفة او حتى اذا مثلا في حدا شخصيات هون القسمات الملامح هي كمان قد ايه بدها، غير انه انت متمكنه بدها كمان احساس يعني تقدمي الحاله. انا في رسمات كنت ارسم بالبدايه، فارسم انا اصدقاء، صور اصدقائي اهديهم شيء بعيد ميلادها، شيء مناسبه نجاح مثلا بنتها، شيء هيك يعني. فكله كان حتى يبعثوا لي يلا ارسمينا امتى بدها هيك تصير، انا عندي مناسبه كذا ارسميني. فكانت فرصه اني انا عم اتعلم وعم برسم يعني، كنت مبسوطه كثير بهالحاله. فالرسم انه لازم الواحد يتعلم رسم الوجوه يعني، هي يتقن انه البدايه لازم يعني، ما بيصير تكون فنان ما تعرفي ترسمي انت تقاسيم الوجه. تقاسيم. فانا تعلمت خطوه شوي شوي يعني، حتى من العين للانف للهيدا كله، حتى صار كله مع بعضه يعني بحرفيه. حاولت اتعلمه بالحرفيه، هيدا تعلمته بتعليم ذاتي يعني. شاركتي مؤخرا بمعرض الربيع اللي اقامه اتحاد الفنانين التشكيليين باللاذقية مع مجموعة من الفنانين، يعني هذا كمان قد حسيتي انه انت خلص دخلتي هذا الجو وعم تدخلي بحالة الاحتراف مع مجموعة من الفنانين اللاذقية؟ هيدا بيحملك مسؤولية، انه انا لما انتسبت لاتحاد الفنانين خلص انه انا ما فيني احكي لا انا هاوية يلا معلش شو ما خبصت شو ما غلط، لا انه انا خلص فنانة يعني معي هوية نقابية. فبيحملك مسؤولية وبيصير انه انت بدك تحددي خطك يعني، صار انه خلصنا من المرحله الاكاديميه، مع انه الواحد بيضل بيتعلم على طول. تمام. يعني حتى الاساس الفناني بمركز الفنون بيقول نحن عم نتعلم منكم كمان. طبعا دائما هو الفن يعني حاله تعلم دائما، هذا الشيء كنا عم نقوله مع يسوع، انه بده يكون واحد يضل يشتغل على حاله، بيجتاز مرحله بيدخل بمرحله اصعب، بيصير بيقول لك بده يدقق اكثر، بصير يعني بقى عليه العين يعني اكثر. صحيح. مثل بشغلي انا انه ما اكتفي خلصت انا الجامعه، لا لما اشتغلت انا رجعت ادرس. هلا بالرسم انه انا يعني انا اكاديمي الخطوط الاساسيه بتوقع انا يعني اللي بهالمده انا شيء 4-5 سنين بس، من 4-5 سنين رجعت للرسم. هلا صار انه بدي يعني بقى بدي اخذ حريتي، كان بالاول انه نركز على الواقع نركز هي، لا انه بدي اخذ انا ارسم انا شو بحب. الفضاء صار الفضاء اكثر. أيوة. متاح اكثر لك لمخيلتك، ما بقى حدا بانه لازم انت ترسمي هون تتقني، لا انا رسمي واقعي بكفي. طيب انا يعني رنيم ونهلة انتم حالتين تشبهوا بعض بانه انتم اتجهتوا لشيء خارج عملكم مهنتكم دراستكم، اتجهتوا لشيء بتحبوا. قد ايه بتحسي مجالك اليوم اللي عم تشتغلي فيه هو المستحضرات والطبيه والصحيه، قد ايه حقق شيء حققتي ذاتك من خلاله؟ تماما، هيك لك الواحد يسعى يحقق ذاته لانه انا اكون فاعل بالمجتمع. كثير احساس حلو انك تشوفي انتاجك قدامك، انه انت خلقتي شيء من شيء ما كان حدا شايفه او شايفه من منظور انه شغله حلوه وبس، حطيتها بالمي شميت ريحتها للوردي اكثر من هيك ما انا شايفه، بتجيبي هي بكل ابعادها وما انه ما في نمطيه لكل الاشخاص يستخدموها بنفس النمط يعني. هيدي البشره بتتحسس على هذا الموضوع، هي البشره ما بتتقبله، هيدا الشعر ما بيتعاطى معه بهذه الطريقه، يعني افاق كثير كبيره. بس قد ايه حلو اليوم يعني عم نحكي مع رنيم خلاصه الورد والزهور عم تعملوا المستحضرات، نهلة خلاصة الورد وتأملات عم تطلع لوحة، خلاصة الطبيعة عم تطلع موسيقى وغناء. الحقيقة هذا هو مناخ وبيئة الإبداع.
لما عم تكوني ضمت ورد، مناخ ضمت ورد، ضمت ورد، ونحن بالاخير عم نجمع هاي الباقات الحقيقه من الحياه من مجتمعنا. وانا دائما بقول هيك من انساننا، من انساننا الخلاق والمبدع. لما بتكوني هيك بورشتك، واليوم بعد ما قضيتي يعني دراسه وعمل والى ومنصرفي لهالفن ولهالرسم، قد ايه عم تشعري كمان بسعاده بداخلك انك عم تحققي هذا الشيء؟ يعني انا سعادتي لما مثلا اذا عندي شيء شغل مهمة أعملها بالهي، فبعملها بسرعة كذا إنه مشان أتفضل للرسم، إنه أخلص ما يكون شيء عائق. الرسم ممكن تضلي ساعتين قدام اللوحة ما ترسم، يعني قدام لوحة بيضة ما ترسم شيء، أو اللوحة اللي أنت عم تكمليها هي على مراحل، يعني الرسم الزيتي ممكن تضل معك شهور اللوحة. فبس هيك ممكن ضل هيك ساعات إني ما عم برسم شيء، بس عم أتأمل، عم أتأمل فيها، عم عيش الحالة، ممكن ماسك الموبايل، ممكن بس إنه أنا موجودة، اللوحة، الألوان، الرياش، النفط، المعدات كلها يعني كلها. فهي سعادة عالمية، يعني هيدا شيء كتير إنه لحظة هي سعادتي هلا، هي لحظة إبداع بقى لتبدي بقى أنت هلا. مثل لما بيحكوا إنه الشاعر ما بلحظتها بتطلع معه، بيقعد بيكتب وبيشطب، هي بتكون عم تختمر بداخله لا يسكبها مباشرة على الورق قصيدة. نفس الشيء بالموسيقى، بالغناء، بكل الحالات الإبداعية. شو رأيك يا سوع إنه كمان الغناء، قبل شوي حكيت إنه ممكن أيام زمان حتى يرتجلوا، فهي هي صح ارتجال بلحظة طلعت، بس هي مخزون تجربة حياة. الغناء هي بالأخير محصلة تجربة بكلماتها، بألحانها، بهيك سواء إذا بحزن أو بفرح، ده هي محصلة حياتنا. أكيد بالنهاية هذا شيء حقيقي وشيء واقع، على ما إجا من فراغ أكيد. حتى كان يمكن مرقت فترة كان في برنامج يحكي عن هذا الموضوع، أنه كل غناي إلى حكاية تقريبا طبعاً. فيحكوا قصة الأغنية ويشرحوها للناس، أنه هاي الأغنية ما أجت من هيك، ما أجت من خيال، فهي كان إلى قصة واقعي، وأخذوها منا ونسجوا منا أغنية. فهذا هو يعني النسيج اللي نحن دائما بنخلق منه حالات فنية وإبداعية. تماما. أنا بدي أتشكر ضمتنا لليوم اللي فاح منا فعلا عطر الورد وجمال الألوان والزهور مع موسيقى عزبة سمعناها من شبابنا. إن شاء الله بالتوفيق دائما لكم. نحن رح نختم، قلت لي كمان بتغني قدود، بتغني موشحات، رح نختم بهالأغاني بعد ما أتشكر نهلة. وشو هي هيك الآفاق نهلة لقدام؟ هلا في انه معرض، اعمل معرض فردي لي، يعني اكيد هي اول خطوه. عندك ما شاء الله محصله اعمال، عدد جيد يعني من في اكيد، بس لما بده يكون في معرض لازم يكون يعني يكون اكثر كمان بحرفيه، اكثر باهتمام اكثر. ان شاء الله، ان شاء الله بالتوفيق. كمان مهندستنا رنيم، شو الافاقك انه ان شاء الله بتصيري انت من الصناعيين، صناعات زراعيه اللي نحن بحاجتها جدا، والطبيعية حصراً، والطبيعية إنه إحنا نرجع للطبيعة، يعني هو الحياة العملية عم تأخذنا، لهيك عم نأخذ الشيء الجاهز، إنه إحنا من واحد بدور على راحته، لأن الحياة العملية عم تأخذه، متطلبات الحياة عم تأخذنا، لا نرجع للطبيعة، يعني روحة مشوار على البحر، رسمة حلوة، غنية حلوة، ما بتأخذ كثير من وقتنا، وتعطينا طاقة إيجابية لنكفي أكثر. إن شاء الله، خاصة أنها موجودة ومتاحة، بس نحن نعرف كيف كل حدا ينصرف على العالم اللي هو مثل ما قلت يختاره، ما هو يختاره. أنا بدي أتشكر أيضا عازف العود اسكندر محمود، شكرا جزيلا لحضورك معنا. هلا رح نختم معكم بأغنية الختام، أيضا عازف الناي حيدر وطفي، شكرا لهالأنفاس الحلوة اللي سمعناها عبر آلة الناي. شكرا يسوع علان، وبتمنى لك كل التوفيق، تملك كل مقومات المطرب الواعد والناجح إن شاء الله. تسلمي، شكرا لك. أنا بتشرف فيك وتشرفت أني أكون أنا ضيف في برنامجك ضمة ورد، وبدي أتشكر القناة الكريمة وكادر القناة، وكمان بدي أتشكر الأستاذ سامر، والشكر الأول والأخير أكيد للست العظيمة لبابا. شكرا، شكرا، أهلا وسهلا فيكم. رح نختم بالغناء مع يسوع واسكندر وحيدر، وهي ضمتنا لليوم. إن شاء الله الأسبوع القادم نلتقي معكم مع ضمة ورد جديدة. إلى اللقاء، نكمل بالغناء. حلو يا مسليني.
الجميل وسقيني يا عيني من كتر شوقي علي ما بنات حبوبي يا عيني أداني خاتم ألماس وهدا قصدي ومطلوبي يا عيني هدا اللايق بين الناس هدا اللايق بين الناس أو منديلك أحمر منقوش يا عيني واشتريته بعشر قروش او لا غالي ولا مغشوش يا عيني هذا اللايق بين الناس هذا اللايق بين الناس زوالي فيها يا اما الزلوب زلفة يا عيني وبين الشفايف عسل نقط على 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 ايديا زوالف يا يما الزلوب زلفة يا عيني وبين الشفايف عسل نقط على